الحياة ما هي إلا تجارب، منها ما يفشل ومنها ما ننجح فيه، وفي النهاية الإنسان الذكي والطموح هو اللي يتعلم من فشله ويحوله لدروس مستفادة تنفع في المحاولات أو التجارب الجديدة. طبعا السؤال اللي زميلي مبارك الكويك بيسأل اليوم يقول: وش الشيء اللي أحسنت اختياره في حياتك؟ حياكم الله مشاهدينا في قول رأيك. اليوم حابين نسأل الزوار ايش الشيء اللي احسنت اختياره في حياتك، وهل هذا ترتب عليه اشياء ايجابيه او سلبيه؟ خلونا مع بعض نشوف اليوم ايش قالوا. زوجتي. طيب على اثر ايش صار؟ خلفنا عيال واحفاد والحمد لله. مرتاح اهم شيء؟ مرتاح الحمد لله. ايوه. صديقاتي بالذات اللي معي الحين. شو اسمها؟ ريما. حس انا انبسطت وانا ما اقدر. مشتريات اليوم، والله كان يعني قعدت كم ساعة بالمحل وطولت وقعدت أفكر، وكان يستاهل والله. هذا شيء كويس. إيه يعني هذا اللي قعدت أفكر فيه الحين. اخترت هواية المقناص. ليش السبب؟ لأنه يسليني يخليني ما أفكر زيادة. طيب وايش استفدت غير عدم التفكير؟ استفدت يا طويل العمر وصل معرفة الرجال، استفدت خبرات، صرت أدل وأشوف وأعرف وبس. هذا اللي أحسن اختياره، شفتك اليوم. أنا؟ إيه؟ اخترت أني أجلس معاك وسولف أنا وأنت الحين. طول بعمرك يا حبيب قلبي. أجمل شيء لقاء الحين. الحقونا. أحسن اختيار بحياتي؟ أي شيء. شريت سوني. وسوني إيش؟ سوني 5. مبسوط؟ إي والله مبسوط. كم ساعة تلعب في اليوم؟ بس ساعات أربع ساعات. أهم شيء مو يعني لاهيك عن دراسة أو شيء؟ لا. مو مسبب عقوق؟ لا. أكيد؟ أكيد. ما أدري، أحس السؤال يمكن ما نفهم لأني ماني قاعدة أسمع أجوبة تقنعني في اختياراتهم. أنت إيش رأيك؟ يعني أكيد إحنا بنتكلم عن الحياة واختيارات وقرارات سويناها في حياتنا يعني، وتكون أثرت في حياتنا يعني بشكل سلبي أو إيجابي. ريم، وش القرارات اللي في حياتك ما ندمت عليها؟ ما ندمت عليها؟ بصفة عامة أنا يعني أنا أعطي نفسي لقب ملكة القرارات الخاطئة. يعني كل قرار دائما لما يكون قدامي شيئين، يكون مثلا هذا طريق سهل ويوصل وناجح وكذا، وهذا طريق مرة صعب ووعر ونهايته ما هو مضمونة، ما أختار السريع ده اللي يوصل للنهاية المضمونة، ولا أختار الطريق الوعر. أحب، ما أعتقد هل هذه مشكلة نفسية، أنا أحب التحدي، أحب الصعب، أحب المغامرات، ما أحب الطريق العادي. يعني من أنا الصغيرة يعني أتذكر دائما اختياراتي زي كده، إنه ما أبغى الشيء العادي، أبغى الشيء الصعب. فهل بالضرورة تكون النهاية أنا زي ما أطمح لها؟ لا، ممكن تكون النهاية بالفعل تكون من البداية اختيار خاطئ وتكون النهاية يعني تعيسة، ولكن هي في النهاية تجارب وبنتعلم منها. لكن الشيء اللي أنا أحسنت اختياره أعتبره في السنوات الأخيرة هي أني انتقلت يعني من بريطانيا ورجعت عشت في الرياض. يعني أحس أنه هذا كان أفضل قرار أني أسويه لنفسي والمستقبلي والأبنائي صراحة، وفي الوقت المناسب والوضع المناسب وكل شيء يعني صراحة. فأعتقد أنه هذا قرار لم ولن أندم عليه ولله الحمد. وأنه الخطوة الجديدة اللي بأسويها اليوم في حياتي اللي هو المسرح الثقافي، فهذا إن شاء الله ما يعني اختيار كويس، وإن شاء الله ما متأكد أني أنا ما راح أندم عليه إن شاء الله. يعني ما دمت يسمي على قلبك يعني قادرة على هذا الشيء. أحب الأشياء الصعبة، ما أدري ليش. لا بالعكس، أحس أنه حلو. شوفي، الواحد لما يحب الصعب يعرف أنه هو قده. مو اني اخذ سهل اعرف اني ماني قد الصعب. بس لما انا اختار خيار في صعوبه نوعا ما، هذه فيها انجازات، فيها عثرات استفيد منها، فيها اخطاء ممكن بكره استفيد فيها، اشياء تقويني للي بعده. فانا احس بالعكس كل خياراتك كانت صح ان شاء الله يا رب. وانت يا اودي؟ ما احس انه انا في شيء اخترته كان غلط، لانه حتى لو كان يعني ما ضبط زي ما انا ابغى، احس اني تعلمت منه. فاحس كل قراراتي بالنسبه لي انا اشوفها مره ناجحه. شيء يمكن انا احسنت اختياره في حياتي ظهوري على السوشيال ميديا. يمكن كان قرار، مو قرار صعب صراحه، هو ما جاء قرار كثر ما جاء انا كنت معصبه من موقف وطلعت كذا فجاه في السوشيال ميديا، ف
من كم سنة ذا الكلام؟ 2013. أوه من زمان. 2014 تقريبا. من غير ما أنتبه لأهلي، من غير ما يعني عرفتي هذيك الأيام كانت المرأة ما تطلع سوشيال ميديا وإنه غلط، وكلها كل البنات طالعين بأصواتهم أصواتهم أصواتهم. فأنا هذا القرار يمكن أنا ما ندمت إني أنا أخذته. طيب كويس، يعني هذا أهم شيء للإنسان يستفيد من تجاربه، ومهما كان القرار يعني بتكون النهاية سعيدة أم تعيسة، يعني الواحد يستفيد من هذه التجربة حتى لو كان فشل. فالفشل يعني ما في نجاح من غير فشل يعني، وهذا أهم شيء. ودائما نقول الحياة قرارات واحد هو اللي يتخذها، ما نقعد نعلق أخطاءنا على شماعة إنه الظروف جات كذا ولا الوضع هو كذا ولا هي جات كدا. لا، أنت قرر وأنت تقدر تغير حياتك للأفضل بإذن الله. عموما مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا، ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل، متى تتحول برودة الأطراف إلى مؤشر صحي خطير؟ وما هي الحلول العلاجية؟